ولنقاش النفوذ الإيراني في العراق والحديث عن السعي لتأسيس قوات على نسق الحرس الثوري الإيراني في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله، يا سهلا. انطلاقا من الحديث عن مساعي لتأسيس قوات على نسق الحرس الثوري الإيراني في العراق، كيف يفسر السعي لتحقيق هذا الحلم القديم للميليشيات والأحزاب الطائفية في هذا الوقت بالذات؟ أختي الكريمة، من مرتكزات الاستراتيجية الإيرانية في مشروع التوسع في المنطقة هو تحديث الأدوات بحسب الظرف السائد. فكلما كانت الميليشيات تتحرك بمسمياتها كما كانت تتحرك بمسمياتها قبل حزيران عام 2014، ثم تحولت بعد سلاح تنظيم داعش لعنوان ما يسمى بميليشيا الحشد الشعبي وإعطاء حصانة طائفية وحكومية عن طريق المرجعية وسلطة المنطقة الخضراء، اليوم ولكسب هذا المكون المتأملش شرعية وصلاحيات أكبر وليكون هو المتحكم الوحيد في القرار العراقي دون منازع، هم يسعون لتأسيس قوات على غرار الحرس الثوري الإيراني بصبغة عراقية. وأيضا هذه القوات الجديدة هو نوع من المناورة الإيرانية لتقليل تأثير أي عقوبات جديدة قد تطال الحرس الثوري الإيراني مستقبلا، وكذلك في ذات الوقت توسيع جغرافيات العمل والحركة. لذلك هذه الميليشيات وإن تغير عنوانها ومسمياتها فهي تبقى أفعى صفراء تنزع جلدها بحسب الزمان والمكان والظرف السائد. وردت أنباء عن وجود نية أمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لتنظيمات الإرهابية، كيف يمكن تقييم السياسة الأمريكية تجاه إيران وأذرعها؟ المشروع الأمريكي يتناغم دائما مع الأطماع الإيرانية، كلاهما يحاربان الهوية العربية والإسلام وليس كما يدعون الإرهاب. لذلك جميع هذه الميليشيات في مختلف الجغرافيات ترى تبعيتها الطائفية أعلى وأكبر من روابط الدين واللغة والجغرافيا والهوية الوطنية. وأمريكا وإيران يتخادمان في منطقتنا، فأمريكا تحتل هذا البلد وتقلق ذاك سياسيا أو أمنيا، ثم تأتي بإيران لتنصب فخاقها الميليشياوية لتجتث الدولة وفق مفهوم الأملشة كما حدث في العراق. فالموقف الأمريكي من أذرع إيران واضح، فهي من تغافلت عن إنشاء الميليشيات، وهي من حلت الجيش العراقي، وهي من زودت ميليشيا حزب الله بالدبابات الأمريكية والصواريخ المضادة للدروع، وهي من رفعت اسم ميليشيا الحوثي من القائمة السوداء، وهي من تسعى اليوم لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. وعليه سياسة واشنطن تجاه إيران وذرعه هي سياسة التخادم والتعاون. نعم، ما مدى حاجة الأحزاب الطائفية وميليشياتها لتأسيس حرس ثوري عراقي على نسق الحرس الإيراني، وهي التي تأتمر أصلا بأوامر قاني وقبله سليماني؟ اليوم وبعد صراع السلطة والنفوذ وحالة الحرب الباردة بين الأحزاب المتسلحة ميليشياويا، هم يسعون إلى تأسيس حرس ثوري عراقي قادر على انتزاع السلطة وقت ما يشاءون. فهم ينظرون إلى أقرانهم في ميليشيا الحوثي في اليمن وميليشيا حزب الله في لبنان، وفي سعيهم هذا يؤمنون السلطة والسطوة معا، ومن ثم ينصبون زعيم ميليشياوي على غرار عبد الملك الحوثي وحسن نصر الله. فهؤلاء يستنسخون كل ما هو يساهم في أملشة العراق وتدميره، وهؤلاء لم ولن يتمكنوا من التحول من أدوات حرب وزعامات ميليشياوية إلى رجالات دولة. وعليه فالعراق بتأسيس هذه القوات سينتقل لمرحلة الخضوع طوعا أو الإخضاع كرها تحت حراب هذا الحرس الثوري العراقي الجديد، وسيتخذ الإرهاب فيه صفة التنظيم والاستمرارية تحت عنوان فرض الأمن الأسود والقانون الأصفر. كيف يفسر أو ما هي انعكاسات تأسيس هذه القوات على الجيش في العراق، ولمن سيكون ولاء تلك القوات إذا ما تشكلت؟ تأسيس قوات مدمجة ميليشياويا بنكهة الحرس الثوري الإيراني على الجيش العراقي هو المزيد من الإضعاف لهذه المؤسسة العسكرية، وتحويلها بالتالي إلى عشوائيات مؤسساتية فاقدة لأدوات القرار والتنفيذ.
وأيضا تأثير هذه القوات يتمثل بالمهام والواجبات ونظام المعركة، والتي بالتأكيد ستكون مشابهة للحرس الثوري الإيراني، بمعنى ستضم هذه التشكيلات الجديدة تشكيلات برية وجوية وبحرية ذات مهام وواجبات وسلسلة أوامر خارجية لا تتحدد بالجغرافيا العراقية، وبهذا سيتم تحييد المؤسسة العسكرية بجيشها الذي يشكل غصة في تاريخ الثورة الخمينية جراء انكسارها في حرب الثمانينات. ماذا عن انعكاسات تشكيل هذه القوات على العراق وجواره أيضا، خاصة عندما يصبح في المنطقة أكثر من حرس ثوري بولاء إيراني؟ أختي الكريمة، اليوم الصورة واضحة والغايات مكشوفة والأهداف والأطماع معلنة، فالحرب الدائرة ومشاريعها في منطقتنا يقودها النظام الإيراني وبدعم متبادل وتخادم مباشر من واشنطن. لذلك سعت إيران منذ قدوم خميني لإنشاء جيوش ميليشياوية طائفية موالية لها تحت مسميات متعددة، منها حزب الله اللبناني وميليشيا الحوثي اليمني وميليشيات الحشد في العراق، وقد نشهد قريبا الحرس الثوري العراقي، وهذه جميعها تحمل ذات العقيدة والنهج والسلوك للحرس الثوري الإيراني. فطهران اليوم تتحكم بأربع جغرافيات، العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتقلق علنا جغرافيات بين حين وآخر كما حدث في البحرين والكويت. ومهمة الحرس الثوري العراقي القادم بالتأكيد ستسير وفق تعبية التدخل النيشاوي في الجغرافيا الخليجية، ومن هنا فالنظام الإيراني وحراسه الجدد هم تهديد واقع وليس محتمل للأمن القومي العربي، ونحن اليوم سنكون بين مطرقة إيران وجيوشها وسندان أمريكا. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد الركن خليل الطائي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.